كلمة سبحان الله واحد كتري بالإيمان أو دي أداد الإيمان لهين إلهي كمسيا كلمة دا ووحوي لكن قيمة هذا ما موجد وحل إلى سليمان عليه السلام أو ملك إلهي سليمان سيي نبي الله سليمان عدو سيي ملك وحل ملك يتسخير كإلهي سيي كم ذهي طبيش أي قاضي جرتي سيد الديارات ضد كمان تأو قاطو والضبيل أن لا أركينين ولكن جلودي سوى حدن بيحن بارزنتهي وماشى ضرورته أي مريسة مريسة ومال بالله صعوده أي قلن كنت قيسة كقصوا نقول إيسا رواحها شهر غدوها شهر ورواحها شهر ومن تسخير الله عز وجل إلهي أتي سيريبا كم من هاي على المركة نبا وحو أركي إسكا بل بادية جوغ أما بير إسكا قضانية أي وحو أركي سليمان إيه جنود دي سؤو دبايش هسارانو دوشي سمري أو إلا قوريش مركاسو سبحان الله يريب عليه سبحان الله سبحان الله ومغلي سليمان عليه السلام وسودقي طبعا شيء أمر بسيوة سودجي ننكي بو ماشي ويم وحين محاتري حنبري سبحان الله والله وحنكون شيء يا سبحان الله هذه عاتري أي ملكي جي أنا جماها ملك آل داود ولا نكفض بلا أنا يا أبي أبي سنو وين بإله شيء وإلهي يروى لنا له الحديد برتا حتى برها إلهي ما أنت يعني تكنولوجيا هرمك إلهي نسيه وك إلهي برتا نوفذي وح كستبر لقى سمينا وبابورتي يدي على واحد لكن واه توفر سماء إلهي النبي داود وحول وقد جاي بر أو كست أو نبى سير عجين كوك عليه لنا له سودون ولا الله بيا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحزنكم من بازكم إلهي داود وحسيه إنه أنتوا اشتاقوا وذكر إله قبته أي شنبره بوره كذب الرواقان ما البور بور بدن سبحان الله سبحان الله بيكذب ورنين إلهي بقوة حيودي كل يقول أذكر عبدنا داود ذل إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإش بوره كذب التسبيح سدا قوة الإيمان كي قلنا يا مرفيري سبحان الله مركاتير بوره لن كذب يا سبحان الله والطيرة محشورة له شبره لنصور وعيري كلمة دا أذكرنا واغذية سبحان الله آتري أيا ملك آل داود ونبك قيمة بضن هذا بآخر واحد هليسا سبحان الله هذا أركيسا مركا قيمة هذا الحمد لله قيمة هذا أركيسا الحمد لله كل فضوضة لكن إلهي اكتسكوين والحمد لله حول سبحان الله الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض كلام خيالي ما هو كلام واقعي لكن هذا ما أركيش كويرو لليرو جماعة خارجين كسو نغضي بري ومساجد كين أيوه حوليه وإس كسو أكفر استوحان بل وحي سوفا إستين أفيريس حوليه هذا سبحان الله والحمد لله نلقي مق نلقى يعرك مقودي بوحيين هذي لقو سيو ولقو إراقاضو لعقها لقو قبدر انت هدك هيسا انت كيني أفر حمر ما تيجينا هذا بنك كوك هذا ملء صندوق هذا كرتيد ملء تيجينا شنو كي عركب بحسمي اللي يرد كله ساكله والله وارنتيس وارنتيس وحويري إسكسوك مال قد مال داخل أجرته مال داخل أجرته هو جنة دي وكلامه صحيح مال داخل أجرته صح هذا سبحان الله والحمد لله تلاهي أدوه أسكتري لكن نلك يمج نلك يعرك موجود باب وحشمي وأنا لغوسين لكن مال ده هذا حظه كان لغو معي ماذا تعملوا مرك فوائد الإيمان في الآخرة واحد قلت تجد بنتو يا حسابك لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله كل سهلنا إله أكتس سكوينا وحديثي وحوها نبا يوم القيامة إلهي هور لهور كيني مركاسا وحالي أدون كان سومها سو سارة بالعمل كيس وحالي سو سارة سقالي سقاشا سجلي ديوان محان أرنكرنا يعني وحالي لغو قرو أعماشا لغو قرو واسك الديوان سوما ما اللي فهمي هورتا وحيالان ديوان ومدوال بديوان والبوحو اللي أقيهاي مدى البصر
إيش وأنت كل ما تاع وكل ما هكبوها سيئات أعمال حن حن بكبوها وأعمال حن حن أول سيئات وهدي لقودة جهنم قينيس وحل هاي ميزان كأسارة وسقاشا إيا سقال سجل كل سجل مدى البصر والحديث صحيح وحل الوحس حسن هذا ملاذا يا رب ما يا إلهي وحويري ما أنت لقود ظلمين ما يوم بطاقة يربع على صوصاري بطاقة يربع بطاقة الحديث استعمل لفظ البطاقة وراق ير بطاقة ير وأيكو قرنتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيكو قرنتها مركز إلهي لميزان ككفذك لهلا سارة هدوك يحوير إله وتاني محيك تريسا بطاقة ير سجل مذو البابا مد البصرية أسغاشا إسغالا إنك لن تظلم اليوم حدي الله ساري بطاقة يري باك حق بضتي أو ذا اللغضي سغاشني يا سغال شيوردن ولن يثقل مع اسم الله شيء إلهي مقعيش وحلع عرس نقوم كرام مجيب هذا من فوائد الإيمان في الدار الآخرة أما في مارتا وناق أذهليسو إلهي جنك وقيني جنة وناق أذنا ما إذا كشكينا مسا وقتي وقتي قوار ما هذا هاجة قادم وأنا ما دوختي فرصة كلام كدي قلنا سوما حاضرة كلام كدي قلنا جنة هدي ولا قش كيني إلى فجر كان فدي هنا كبعد إنه مرة ما نيسب لأن إلهي جنة مركو كل شيء كيحول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ما برد ما نايبا إلهي سقو غنيا ونقد يقتون ونو باهنين أيو نجح ليسي وجنة دي سنوغو ياري ونترغيبي أو نترترسي ويرهلك أوشق تا أوشقشت لمثل هذا فليعمل العاملون وحي سوحر عن علمته لبقس حده ننبع طقها مالقبينها با محال ليلي كرنتي لمن ننبو كتري لبذينين حوالي مركا قيب صدين أو أي نص إلى نص قيب صدين ميت قال بو نقضي لبذي من ده مسلم بو كل واحد وحاق سوها قاكتي أفركن ودينار كان أفركن ودينار كي أفرتكن أي دينار أي مسلم كها كي قال كي أفرتي كن كن حقوق قاكتي لبا بيرو ووين كن كلنا إصلاح ذو قلي يسيدوكو أبور لها كون كلنا خدم كي كشاقين لها كون كلنا وحو كوغتي قريه يقصورتي مذوال بابا كون كاو بحي كنو صدقه استع وحلانو جنة أيان كيب سدي ثمار جنة أيان بير كيب سدي كون كنا خدم كجنة كيب سدي أدو قصور بات كدستي كدستي كون كسوما أنا قصورت جنة أن خدم أنا خدم كجنة المهم أفرت يكون نكا وابحي للآخرة كان أفرت يكون للدنيا لابدين المركن إنك أدوية دي إلهي وابا يعني بركي وبركي وكا قصد مركة سورة الكهف بكتاب بعلينا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر مهم شيء كذا لحذو ذمرتي إنو كنا يروا الإله يكو كفرن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا إلى آخر الآيات وحال إلى مركب لبذي أني سيدي وكوكا لبنتينو إلهي سبحانه وتعالى لبذو ذي دي منا جهنم قلي منا جنة ذي قلي كي جنة قلي ولو نعمي وحل وحي إلهي سبحانه وتعالى وأهر مرسدين ولسي طب ذي ننكي وجنة كجرة وإسكبر واقشا ونعيم كي كل حجرة أي حصوصتي ننكي كلاو وحوير وحن ربا مذقرين الله يو في الدنيا إله هذا الذي جرى ونجرى ما آخره وحنا درو ما يشنتهاي نكينار إلهي واجد السيئة
هذا البانا دحذو ضمري كما كان في الدنيا كان حقي كجرة في جنات عدن تجري تحتها الأنهار كان حقي واي قاع جهنم والعياذ بالله كجرة دحذو ذي بهذا المري سورة والصافات بكتب مركا بعض أهل العلم ولا ماذا قسوا إسكو حرين بعض أهل العلم لو حدين لماذا قسوا شخص إسكو مالي ولكن في الحقيقة وحويان أما هيسكو حرنا ذين أما ينا إسكو حرنان ما قدمته في الآخرة تجده وحاد هر مرستي آخرة يده ليس نولا شاس جنة إهي وناكسن النعيم كيبر واقضى إلهي سبحانه وتعالى كسيه وحكوه داري دونا نولش عادي أو حقوق داري دونا ملكي بقرتوي كاريك دونا أدونك بقر هل نين أمبان نقون كرا مقال إذن هل ماذا حوين كريه إلا ذا لماذا حوين اللغة مؤقلا ثم مقال إذا كلا نسيد وقالي ودن كان سعودي وقالي هل بقر باجرة كورن جرنا ذاك ودتك قال متكس إلهي بقر بكرده قبلها قالنا مدول بإلهي بقرات بكرده لأن إلهي اكتسعرير ميال وإلا إلهي مرهين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وهي وملكا كبيرا ملكا كبيرا فأنت ملك مملك باتعي إلهي اكتسن عرير ميال جنة هداد قشو إنا اسكرها رحيسة كلية ما هو عنتي عبدي وحاسي ما كلية بقر باتعي بقر باتعي مملك مملكة مملكة ننك أغير أغدر جير في الجنة له مثل الدنيا 10 مرات تبنقر أدونك لا والله تبنقر أدوية الله صلى الله عليه وسلم أيو في الجنة هلية أردها أيضا أنا عقلك أحب بندقين أيو حدو بندقتها قدرة الله فإن كنا علاشنان لأن أدوية من إلهي كاتو سيك وفلا إنها تكاق عبر قادته بركة غيبيات كلا نوغو الرمي أنان أرك في الآخرة إلهي آيادها أدوية كحسوس أن آياتها الدنيا إلهي مرك النغشة كي وحيرا يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون لقاء رب وغيب وحج النذي آخر الذي كشكينا وغيب لكن آياتها الدنك أدركتان بائد كفرا عبرائد كفرا مرك والله ليل توفيق الله أنه فجيو الإيمان 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 ليس مثله شيء سيدا مرك إله إيمانك والنسية كد ذالا إن إيمانك نوكب أو نوكر لو أو أن أغمر مالنا أو أن أغفى إليسنا إلهي هنغلقك وكفى إليسنا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إيمانك إن خير كسبته وإن دداشه إله إيمان وكسي لكن دذال لا إيمان من حمل الله إلهي باكوسي مؤمن كاردك سماها شانت صلاة كددان وجمع عدد كددان ومر مرك قاركيش إن هذا إسعانانته محوما بل والا الربا إسعانانه وواحد لو صلاة تكبيرة الإحرام سيئنا في كرتا وصلاة الجماعة سيئنا في كرتا وسيبه الدئي لتك كرتا وهذا إلهي شانت صلاة كوافجيه تدبى إلهي وافجيه ونوليكو تكتكين وليقود أن لا أركن إيغا أو آذانكو كردعي مساجدك خارج كيس ومنهم والدي رحمة الله عليه شيخ علي سوف باكم أنو أنت أركن ما رأيته في حياتي ما أركن سوغو أنت اللي أدمي آذان لعي مساجدك بنان كيس جوغا ما أركن أنت كل وعق ليس تضبط بإله النعمة ذا سي هذي إله النعمة ذا كسي وأرفع هذيك الكود ذا لإنها سانغوت أدين لا أدمي أو ذا المسجد كجوجن هيل هذي كله دبال هنقولنو إقامة كورتك عمر كدت كأنت إقامة مقلان سوع سوع على راحة كم نقولن هذا كم نقول توه في عنده أيضاً محمة لكن جرجها كتو كن المسجد ككتوكو وهذا الكلام خاص للرجال قبله هو جرجه ذا مسجد هكذكتين مسجد هكذكتين وصلاة وقت هذا هدف كذي هدي إلهي شنت صلاة ذات قوة فجيه وأذهج جسي وأذقر حسي وسيد إلهي جعل أذكرك تي كرسو وقيام الليل بل أنت أنا حد عاو ما يشوف لنا أنا صدر دارنا بالقيام قيامكم كده لنا قيامكم تكون وقيام هذا كتكتم حد كفاية ستي في هذه الدنيا ماذا استفدت
واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، مؤمن كشرفتي هو قيام الليل. ملك الحمد لله وحكوف عنها يعني عاوة يعني دادان اسكو ميل سيحنا اللي ما جوغان دي دادان اسكو ميل سيحنا جوغان وحكا لا إله لها. لكن على كل حال ما يفهم تيور كانوا جيد، ما يفهم تيور كانوا جيد. الله ناشتر إله هو من ناشتر يا الله نسي أشتر. لكن قيام الليل كي أنا كتبي قيام الليل كم ما أها رمضان كلي اللي تكتب ما قيام الليل هدي اللي قتك الصبح أضع عريسان باسوك عيشا هدد كما قال هذا الصبح شما أكن سيود عريسيهن لبا يسود القادن يسين يسين جرين بابور تسيد لبك دحك دح دح عمارك يوم مشاكل كذا مدول بعد هذا سنك وصار انتهى لأنه قيام الليل ما تكننه خبثي ينفتي حميد النبي وشاكي باسنك وصارا سعيد ماها. لكن هذا قيام الليل تكذوا سعيد ومن سعادتي وحكم بذا لطفي سيئو بشاشدي سيئو دلقات كيساب بطناني مركا قيام الليل كأن كدر سنو صلاة الضحى واح وين وين صلاة الضحى جرك إنسانك سدح بقول إيا لحذن حبن ومدول بصدق الله قربي هذه سدح بقول إيا لحذن ريال ماني كاسم صدقي سنكرتا وهذا كتها سوما مركا وحي النبي قلت تسبيح دي وصدقتها. لكن انت صور نوحا كاكا فين يسيبوا لبرك صلاة الضحى أتكتي كور نكا صلاة الضحى أتكنب ومشغب كلها سنين مركا يعني سبؤون سنين قابية ما وقابس حتى هذا تشقين يسو الصبح أرورتي أتبح يسو وقت وقتي فراق هذا فش هذا يرى هذا يسو لماذا هذا ركعة حظ هذا هكتين أفرد هذا كذلك تنا كبا في عمبا وارن أدي هذا وناكس هذا فراق في على هذا هو سديت كذلك تنا واسدي وصو بنيد وهي وناكس هذي سنن كي نوافل كي قبل كي بعد كي هكتين لبيه تمر ركعة وأنفرد هين هدات كتو وحلو سينا يسو متقن وأنا قلنا سوما والله يقول لي أنت نبضه وما قلي وعلمي هذا النمس يا جنا لكن أنت كل رقم تعيش خير لبيه تمرق أم فريضة عين هدا تكتو إلهي قريب جنة ذكاء قد سيا قري جنة أيا لقول سيا مرك إمي سقري قد مالك سوء تعيش إمي سقري قد مش سوء تعيش ما دام مالك استعده شو إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صلاة سيدا نقول دلال صدقات كنا أنو بدنو قلوبته هي إيش الصوت مدة هي أعماشة وحيكوها جاجيشة وإله أكتيسة لا أقبلية شحناء هي بغض لأنه ماشى قبحه أولا الآن نقوله ومتحدين أن نقوله وإسكو من نقوله أرمها سيدة خاص كأ نوسي خشية هدين سومالي دللي هي أرين إلهي دت كورن وأبوري وتعريف له لجيدي بيشحن سومالي وقاتين لا يحيي القرآن وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا مش لتتباغضوا ولتتحاقروا أشكو عيدان حن وحوح ومضرر الحمد قبيل هبل واسلاس والهبل واسلاس كور كل يوم القيامة يكون صفتان وكلها النسيء عماش هذا صالح هذا هذا هو مسكين وحبضا بأنهين ويقولوا إلى قبيل هبل ونم بهالك كوفر لي كان وحياة سمي سور الله لأنه واد حمد مالكور ومنه كما تريد من صالح ودي طالح ودي وسكوة ضدرت جنسية لنها دا حمد كور جنسية هبل وقل هذا سري وساسة القوية قانا وحسي ومحادثك وعمي ميس لما تعمهم ومحادو حما نيسا وما كبه كرتا وحاس وضضا إن أعماش هذه إكاقاتان إلا انغيبدوا وسيدة سيدة حديث كل نوش هذي نسخة صحيح صحيحة وكي من وحي كم من تاه وحيا لها أعماش هذا وريجي وحا لغا الشيخ سيدنا حسن البصر رحمه الله وحيرا أنه عندنا محنته لكن هذا وح قف حمل لها هو يذي بان حمل لها حي هو يذي بان تخددك وجعله إني أعماش هذا قادتها من ربي لها أبو يلون اسكا حمل لها سي أعماش هذا وقادته لكن عندنا حمل مايو مركا أمضنا إنها الحمد مركا إسودنا شذا يسجعيلك يا محبتي أخوة الإيمان والإسلام كم تهي من ثمار الإيمان وحان وعذره جرنا وأدون كما أنت فتن كذا عيوننا وهذا أعراض عذرك سوى ضعف الإيمان إيمانك هذه القوة شيء كاستوافعنا توفيق الله نوفجيو
dambigeennana allaha dhaafo, dambiga waalidiinteena allaha dhaafo, inteenna meesha isugu timid ee caawo halkan khayrka ka soo qayb gashay allah naga aqbalo. imaatinka aan nimid iyo ma garanaysaa dadaalka aan isugu nimid oo aan idinku boorinayo insha allah walaalaheen dadaalka badan khayr allah siiye. sheekh aadam iyo sheekh cumar waljamaca hadul kullahum ilaa khayr allah siiye inaad u dhaga nuglaataan oo aad maaragtay xalaqada ku dadaashaan oo muxaadaradaas shahri shahri waay soo maha fi kulli shahr mar keliya intaas yar daqaaiqaas saacadkaas intay doonto ha noqotee lilaahi walidiinihi aada siisaan intaa inaan insha allahu tacaala aan ku dadaalno biidni illahi tacaala. غفر الله لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين, فرج هم المهموبين ونفس كرب المكروبين. اللهم أمن, اللهم أمن, اللهم أمن الخائفين وآوي المشردين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح العبادة والبلاد, اللهم أصلح العبادة والبلاد, اللهم أصلح العبادة والبلاد. ألف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم, ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله, ما كان من صواب فمن الله, وما كان من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان, والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.